الوالدة تيجا مع عزيزة احتاج عزيزة عليا شكون احسن من الاخر كل الحال. يلا زيد اهضر لينا كيفاش انت مثلا تحديتي راسك باش جبتي مزيان. المهم بغيت نقول هو الا بغيتي تقرا اللي بغى يقرا راه غادي يقرا، اللي بغى يوصل لشي حاجه راه غادي يوصل لشي حاجه. المهم انا في الجهاوي كنت جبت 8 باش نكون واقعي، كنت جبت 8 وتقلقت بزاف وديجا انا ما كنتش نقرا. المهم في الباك درت هدف باش ان شاء الله غادي نجيب مزيان، يعني قريت وخدمت وزيرت راسي. في الباك جبت 16، جبت 15.96 في الوطني، وفي المجموع جبت 14 يمكن كذا و 40 ولا كذا و 50. اللي بغى يقرا راه غادي يقرا باش نكون واقعيين. انا قبل الباك ومن قبل الباك زعما يعني بخيمار والكوليج ما كنتش عارف شنو كنت ندير في المدرسه، كان كيتفلى والله، كنت غير تمشي للمدرسه، كان مشاغب ما عارفش علاش تمشي للمدرسه. ومن بعد الحمد لله تيسرات ودابا انا في السيمستر الثانيه واللهم لك الحمد كل شيء غادي مزيان. وبغيت نقول لكم زيد كيجيب دابا من اول النقاط تما في تركيا. تبارك الله تبارك الله الحمد لله. المهم الا بغيتوا تقراو راه غادي تقراو، انتوما وراسكم. كيسولوني شحال جبت في الجهاوي. الجهاوي ما عرفتش جبت 17 كدا و 90 ولا كدا و 70 ولا 18. المهم جبت 17. المهم الا بغيتوا تزيروا راسكم وتقراوا خصكم تحيدوا عليكم التليفون، تنساو الخروج، تنساو الخروج بزاف مع الدراري وكدا. زيد انا وتنساو الضحك واللعب. انا خرج لا بلاتي نقول لك لا زي فهاد القضيه ديال الضحك واللعب مزيان الراحه تمشي تضحك شي حاجه الراحه الراسك، ولكن ماشي نهار كله ضحك، نهار كله لعب، نهار كله في الاخر تقول انا لا ما نجيبش مزيان، فلان فعال وانا ما فعلتش. حيدوا عليكم كما قلت لكم مقارنات، زيد ما كانش كيدير مقارنات بيه وبين صحابه، كان قال واخا انا ما جبتش مزيان في السيزيام غادي نجيب حسن في الباك، كان ديما كيقول لي غنصدمك، وهذه هي النقطة الزوينة لأنه كان كيشجع راسو، واخا شنو ما قالوا لي، كيقولوا لي أنت غتجيب مزيان، وعقل على لا جبتي مزيان، هو لا كان كيقول لهم غنصدمكم، أي بلاتي تسنى. الصراحة شحال من واحد ضحك عليا في الجهاوي اللي كان صاحبي وجد مزيان، شحال من واحد اللي عاجبه الحال، واخا أنا ما كانش عاجبني الحال، يعني تقدري تحسي بها بنادم خارج فرحان في الصيف و وكذا وانت يا ما ديما طالع عليك الصيف كله. انا وقفت معك ولا لا زي الشباب اللي قريتيها سيونس فيزيك ياك؟ فيزيك بحال. المهم احسن بروغرام ديرو هو قراو، يعني قراو مزيان، فهموا اكثر ما تحفظوا، حاولوا تفهموا لي كونسيبت ديال اي حاجه، راه اي حاجه تحطات عندكم الا وهي كل شيء يقدر يدير، راه ما كاينه حتى حاجه سميتها شي حاجه صعيبه، اي حاجه محطوطه عندك في الكتاب ولا في الدفتر في الدروس ديالك راه ساهله، غير انت والفهم ديالك، غير انت كيفاش تفهمها وصافي. وتنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في حياتكم ان شاء الله. غير زيرو وقراو مزيان ان شاء الله يكون غير الخير، والله يجيب تيسير ان شاء الله للجميع ان شاء الله. ان شاء باقي عندكم الوقت ان شاء الله مازال عندكم الوقت. كنظن هاد اللايف ما غاديش نسجلو لانه فات الوقت بزاف، وحتى هاد سبحان الله هاد كورونا قول لي عطات لكم الوقت باش تحفظوا زعما هاد الحاجه بصحي خلالكم واحد الوقت فين انكم تبقاو في داركم تحفظوا مزيان. دابا بغيت نقول لكم زيد شكرا لك بزاف. الا كان شي واحد هنا كيدوز الباك يقول لينا حتى هو مثلا شنو الحاجات اللي دابا يهضر لنا على الباك بصفه عامه ديال 2020 كيفاش كيموتيفي راسو شنو الحاجات اللي كيديرها. بغيت ندخل معايا شي واحد. الى يلا احسان زيد امين. سلامه زيدينا.
ان شاء سلامة الله. الوالدة. سلامة مامي. سلامة جهودة. كتقولي لي سجلوا كيبان لي باللي باللي فيه بزاف. سجلي عافاك دابا واش نسجل لايف ولا سجلي باش يستافدوا منه؟ ما عرفتش واش غيقدروا عندهم الوقت يشوفوا 48 دقيقه. المهم اللي شافوها مزيان نصحيهم بالقران احسن واخا يشعلوها في التليفون. شكون اللي بغى يطلع معايا يعطي نصائح الباك سواء كانوا كنتوا كدوزوا الباك دابا ولا ممكن ديري فيديو بحال هكا في يوتيوب باش يبقى الله يجازيك بخير ان شاء الله. انا باك حر. برافو عليك ليلى. شكون اللي بغى يدخل معايا يدير لي ليد باش ندخلو؟ لحد الان ما بديتش فشلت. اروى مازال عندك الوقت، عندك 3 سيمانات تقدري تجيبي فيهم احسن نقطه تيقين. انا بعدا باش نقول لكم سيزيام بديت في 3 سيمانات. بديت 3 سيمانات والحمد لله جبت مزيان. اوكي كيقرا بالانجليزيه في تركيا. كيقرا بالانجليزيه. واخا ندخل معايا زكريا.